بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي الحلقة الثانية في مبادئ الاقتصاد الكلي لطلاب وطالبات التعليم عن بعد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى نستكمل المفاهيم التي سبق ذكرها في الحلقة الأولى. نقول من ضمن الحقيقة المفاهيم التي سنتطرق إليها الاقتصاد الكلي، الطلب الكلي والعرض الكلي، التدفق والرصيد، الدخل والثروة، مقارنة بين التحليل الاقتصادي الجزئي وتحليل الاقتصاد الكلي، ثم نتكلم عن بعض الدوال والمعادلات الرياضية التي تستخدم في الاقتصاد. نبدأ بالطلب كما هو واضح في الشريحة، الطلب الكلي والعرض الكلي. الطلب الكلي كما نسميه aggregate demand، والعرض الكلي نسميه aggregate supply. الطلب الكلي هو إجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في الاقتصاد المعين، إجمالي الإنفاق. هنا شو المقصود بإجمالي الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين؟ هنا نتكلم عن الطلب الكلي بمعنى إجمالي إنفاق القطاعات الاقتصادية المختلفة. فالإنفاق الاستهلاكي، جميع الإنفاق الاستهلاكي يعتبر من أحد مكونات الطلب الكلي. أيضا الإنفاق الاستثماري، الانفستمنت، هذا أيضا من أحد مكونات الطلب الكلي، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي، لأن الإنفاق الحكومي قطاع يكون له مشتريات ويكون له إنفاق. إذن المكون الأول قلنا الاستهلاك الكلي أو الإنفاق الاستهلاكي اللي هو consumption، والثاني الاستثمار، الإنفاق الاستثماري اللي هو investment، والثالث اللي government expenditure اللي هو الإنفاق الحكومي. الرابع من مكونات الطلب الكلي هو صافي الصادرات. صافي الصادرات نقصد به الصادرات ناقص الواردات، ونسميه net export، يعني صافي الصادرات. الاكسبورت المقصود فيه هو الصادرات، الواردات نطلق عليها import، import. هذا المكونات الطلب الكلي. إذا عندما نقول الطلب الكلي هو إجمال الإنفاق المخطط لكافة المشترين في اقتصاد معين. كافة المشترين كما قلنا يدخل من ضمن المشترين الحكومة، ويدخل المستثمرين، ويدخل المستهلكين، وكذلك صافي الصادرات. أما العرض الكلي، العرض الكلي هو طبعا مرتبط في الإنتاج، وبالتالي هو مجموع السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة. يعني لاحظ هنا نتكلم عن العرض الكلي، هنا يختلف في الجزئي في الكلي عنه في الجزئي. في الجزئي نتكلم عرض سلعة معينة، سواء نتكلم عن عرض منتج وحيد لسلعة معينة، أو نتكلم عن إجمالي عرض المنتجين لسلعة معينة. هذا في الاقتصاد الجزئي. أما في الاقتصاد الكلي ندرس العرض الكلي. عندما نتكلم عن العرض الكلي نقصد به وإجمالي أو مجموع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة. هذا هو المقصود في العرض الكلي اللي هو الأجريجيت سبلاي. ثم أيضا سيمر علينا التوازن كما مر علينا في الجزئي. هنا يتحقق التوازن اللي هو الإكوليبريوم عند التقاء الطلب الكلي مع العرض الكلي، وبإذن الله نفصل القول في هذا لاحقا. طيب، هناك أيضا يمر علينا كثيرا بعض المصطلحات اللي هو الفلو والستوك. التدفق يعني الفلو، وستوك اللي هو الرصيد. وش الفرق بين التدفق والرصيد؟ طبعا التدفق أو نسميه التيار في بعض الأحيان اللي هو عبارة عن تغير خلال فترة زمنية معينة، التغير خلال فترة زمنية معينة.
أما الرصيد فهو كمية ثابتة في لحظة معينة، ولهذا نقول الدخل يعتبر تدفق، أما الثروة تعتبر رصيد. فالدخل يتدفق باستمرار، شهريا سنويا أسبوعيا باستمرار يتدفق. الثروة تعتبر في الحقيقة كالوعاء، في الحقيقة تعتبر ستوك، إذن هي كمية ثابتة في لحظة معينة اللي هو الستوك اللي هو الرصيد. طبعا من الأمثلة على التدفق كما قلنا قبل قليل الدخل، الناتج، الإنفاق، الاستهلاك وغير ذلك، كلها متغيرات تنتمي إلى فئة التدفقات أو التيارات. أما الثروة ورأس المال ومستوى التوظيف عبارة عن أرصدة يمكن تحديدها في لحظة معينة. الدخل والثروة، ما هو الدخل وما هو الثروة أو ما هي الثروة؟ الدخل الإنكم طبعا هو تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد، تدفق نقدي يخلق قوة شرائية لدى الفرد. فتكلمنا عن الدخل عندما نظرنا، عندما تحدثنا عن الاقتصاد الجزئي نتكلم عن الدخل ونقصد به دخل المستهلك. هنا لما نتكلم عن الدخل نتكلم عن الدخل في الاقتصاد الكلي، الدخل الكلي إجمالي، الدخل المتحصل من جميع عناصر الإنتاج، وله طرق متعددة في قياسه سنعرج عليها لاحقا بإذن الله. أما الثروة الويلث فهي طبعا رصيد الفرد في لحظة معينة، رصيد الفرد في لحظة معينة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشريحة الأخرى. هنا الشريحة الأخرى اللي هي حول المقارنة بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. فعند التحليل الاقتصادي الجزئي وعند التحليل الاقتصادي الكلي، طبعا المصطلح هذه مع بداية الحلقة الأولى في الحقيقة عرجت عليهما وقلت الفرق الجوهري في الحقيقة بين التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي. فقلت أن الاقتصاد الكلي في الحقيقة يعالج قضايا كلية، فلما نتكلم عن السعر في الاقتصاد الجزئي نقصد به سعر سلعة معينة، بينما عندما نتكلم عن السعر في الاقتصاد الكلي نتكلم عن المستوى العام للأسعار اللي هو متوسط أسعار السلع والخدمات، جميع السلع والخدمات يكون لها متوسط سعر نسميه price level، ينتج عن ذلك ما نسميه بالتضخم اللي هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار. قضايا أيضا أخرى مهمة كقضايا النمو الاقتصادي، كقضايا البطالة، هذه كلها في الحقيقة من القضايا الاقتصادي الكلي. كذلك الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي سيمر علينا أيضا طريقة قياسة اللي هو gross domestic product، والناتج القومي الإجمالي اللي هو gross national product. هذه كل المصطلحات الحقيقة من اهتمامات الاقتصاد الكلي. الاقتصاد الجزئي في الحقيقة يهتم بالفرد كفرد، ويهتم في الحقيقة سواء كان مستهلكا أو منتجا، ويهتم في الحقيقة بالمنشأة كلها في الحقيقة. هذا في بعض الأحيان يسمى الاقتصاد الجزئي الاقتصاد الوحدي أو الاقتصاد الوحدة، لأنه قطاع يعني يأخذ قطاع واحد لوحده، المستهلك المنتج، ومستهلك إيش؟ مستهلك سلعة معينة، المنتج لسلعة معينة، سعر سلعة معينة وهكذا. هذا حول الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. إذا نقول الاقتصاد الجزئي مايكروكنومكس كما هو واضح في الشريحة يتعامل مع الوحدات الفردية في الاقتصاد، وهي عادة الفرد أو الأسرة، فرد أو الأسرة نطلق عليه الهاوس هولد، والمنشأة للفيرم، حيث يركز على سلوك المستهلك وبالكيفية التي توزع بها الأسرة دخلها بالإنفاق على مختلف السلع والخدمات. إذن يتعامل مع الوحدات الفردية لو الاقتصاد الجزئي في الاقتصاد سواء كان الفرد أو المنشأة، حيث يركز على سلوك المستهلك وبالكيفية التي توزع بها الأسرة دخلها بالإنفاق على مختلف السلع والخدمات. ك
كما أيضا يهتم الاقتصاد الجزئي بتحديد مستوى الانتاج الذي يمكن أو يمكن المنشأة من تعظيم أرباحها، ودرسنا ذلك عندما درسنا أنواع السوق الحقيقة ما هو مستوى الانتاج الذي يعظم الأرباح. إذا يهتم الاقتصاد الجزئي بتحديد مستوى الانتاج الذي يمكن المنشأة من تعظيم أرباحها، وعلى النقيض من ذلك نجد الاقتصاد الكلي يتناول دراسة المواضيع الاقتصادية ذات الحجم الكبير، فيتعامل مع الاقتصاد القومي في مجموعه متجاهلا الوحدات الفردية وكثيرا من المشاكل التي تواجهها، ويركز أو بالتركيز على الاقتصاد القومي في مجمله. فإن الاقتصاد الكلي يهتم إذا بالناتج الكلي للاقتصاد والمستوى العام للأسعار، وليس بالناتج ومستوى الأسعار في كل منشأة على حدة وعلى اسمه كلي. لما نتكلم عن الدخل نتكلم عن الدخل الكلي، لما نتكلم عن الطلب نتكلم عن الطلب الكلي، لما نتكلم عن الاستهلاك نتكلم عن الاستهلاك الكلي، وهكذا. ننتقل إلى الشريحة الأخرى. هذا تأكيد لما سبق قوله حول مفهوم الاقتصاد الكلي. إذا نقول مما سبق يمكن القول أن الاقتصاد الكلي هو أحد فروع الاقتصاد الرئيسة الذي يتعامل مع اقتصاد الدولة ككل، فهو يركز على القضايا الكلية كالبطالة والتضخم والنمو والتجارة الخارجية والإنتاج المحلي الإجمالي. طيب، ما هي أهمية الاقتصاد الكلي؟ طبعا تبرز أهمية الاقتصاد الكلي من خلال تركيزه على قضيتين أساسيتين، أحدهما فهم النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، فهم النمو الاقتصادي في الأجل الطويل وما هي العوامل في الحقيقة خلف الارتفاع في مستوى المعيشة لدى فئة من الناس وانخفاضها لدى فئة أخرى. نجد على سبيل المثال نجد الدول الغنية أو الدول المتقدمة دخلها كبير، دخل الفرد فيها كبير، بينما الدول الفقيرة دخل متوسط دخل الفرد قليل. هذا في الحقيقة يعتبر من اهتمامات الاقتصاد الكلي، يعني فهم النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، يعني ما هي العوامل التي تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق مستوى مرتفع من الدخل، ويكون متوسط دخل الفرد مرتفعا. نتكلم عن متوسط دخل الفرد ولا نتكلم عن، لأن حتى في الدول النامية نجد هناك أشخاص دخولهم كبيرة جدا وناس يعيشون تحت خط الفقر. نتكلم عن متوسط دخل الفرد، وكذلك في الدول المتقدمة تجد هناك أشخاص أيضا دخولهم منخفضة، هناك الذين دخولهم تحت خط الفقر أيضا. فلكن المقصود فيه هو متوسط دخل الفرد، كم متوسط؟ لما تريد تقيس متوسط دخل الفرد تأخذ الدخل الإجمالي ثم تقسم على عدد السكان، هنا يعطيك متوسط دخل الفرد. فنريد في الحقيقة نفهم أو الاقتصاد الكلي في الحقيقة يسعى إلى فهم النمو الاقتصادي في الأجل الطويل والعوامل خلف الارتفاع في مستوى المعيشة في الاقتصاديات الحديثة. أيضا نقطة يعني ذو علاقة أيضا اللي هي فهم التقلبات الاقتصادية، فهم التقلبات الاقتصادية من ارتفاع وانخفاض في الأنشطة الاقتصادية عبر الزمن، يعني كما يعرف الدورة الاقتصادية، الدورة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد أيضا، ما هي العوامل التي تسبب في حصول مثل الدورة الاقتصادية؟ نجد في فترة من الفترات يكون الدخل مرتفع ارتفاع كبير، يعني معدل النمو مرتفع، ثم بعد ذلك يكون فيه انخفاض وربما يكون انخفاض شديد، ثم يعود مرة أخرى ويرتفع. هذه تقلبات في الدخل طبعا، هذه التقلبات لا شك أن ليست في الحقيقة محبذة في الواقع، وإنما في الحقيقة الاقتصاد الكلي في الحقيقة يسعى إلى تحقيق معدل نمو مستقر، هو يكون فيه ارتفاع كبير ثم انتكاسة انخفاض كبير وهكذا. هذه طبعا من الأشياء الغير محبذة، الشيء في الحقيقة الذي يسعى الاقتصاد الكلي في الحقيقة أن يكون هناك معدل نمو بشكل مستقر، ليس يكون هناك تقلبات أو تذبذبات كبيرة. فالسياسات التي تستخدم سواء السياسات الاقتصادية سواء المالية أو النقدية كثيرا ما تحاول تعالج في الحقيقة عملية عدم الاستقرار في النمو الاقتصادي، يعني التقلبات بين
انتعاش اقتصادي ثم ركود، ثم ربما يستمر الركود فترة طويلة ويكون انكماش ويتحول إذا استقر أو جلس لفترة طويلة يكون في الحقيقة كساد اقتصادي. إذن هذه المصطلحات أيضا مصطلحات مهمة، مثلا اللي هو مصطلح الركود الاقتصادي والانتعاش والرواج الاقتصادي وكذلك الانكماش. نبدأ أولا بالانتعاش الاقتصادي. الانتعاش يعني بداية تحسن الاقتصاد بشكل عام، يعني بداية نمو الانتاج المحلي. فإذا بدأ في الحقيقة ينمو الانتاج المحلي يكون هناك في الحقيقة توظيف المزيد من العمالة، وبالتالي البطالة سوف تقل. هذا سمي انتعاش، وهذا في الوقت الحاضر وقت الأزمة المالية العالمية التي نعيشها هذه منذ بداية أو في الحقيقة الآن لها تقريبا سنة كاملة منذ بدأت تداعيات الأزمة العالمية، نجد الآن يسعى الاقتصاديون في الحقيقة إلى التأكد هل فعلا خرجنا من عنق الزجاجة، هل بدأنا في الحقيقة بداية في الانتعاش. الانتعاش يأخذ فترة طويلة، لكنه إذا بدأ في الواقع العامل النفسي وعودة الثقة للاقتصاد من جديد سوف في الحقيقة تزيد في الحقيقة من قوة هذا الانتعاش ومن استمراريته، وبالتالي معدلة البطالة سوف تبدأ بالانخفاض، ثم نبدأ ندخل مرحلة ما يسمى الرواج الاقتصادي. إذا الانتعاش يأخذ لفترة، خاصة إذا كان الانكماش أو الركود اللي سبق الانتعاش كان قوي جدا، معناه أنك الانتعاش يحتاج لك وقت حتى في الحقيقة تصل إلى الرواج. عندما يكون الرواج الاقتصادي يكون تقريبا الدولة الآن تقريبا وظفت جميع عناصر الانتاج، يعني ليس هناك بطالة أو تكون نسبة البطالة منخفضة جدا. هنا الاقتصاد يكون في حالة رواج، يكون مستوى الدخل النمو في الدخل القومي كبير ومستوى البطالة منخفض. ثم بعد ذلك بعد فترة يأتي اللي هي مسألة أن الرواج يبدأ يقل تدريجيا، ثم يبدأ الاقتصاد في انكماش تدريجي، هذا نسميه ركود وبعض الأحيان يسمى انكماش، يعني انخفاض في مستوى الأنشطة الاقتصادية. إذا وصل إلى القاع نسمى هذا في الحقيقة القاع الركود الاقتصادي، يبدأ بعد هذا القاع اللي هنا لما نصل إلى القاع يكون في الحقيقة هناك معدل نمو منخفض جدا في انكماش، لما تقارن الناتج أو الدخل هذه السنة في السنة التي قبلها أو الربع، إذا نتكلم عن النتائج الربعية الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع، نقول أن الربع الثاني مثلا مستوى الإنتاج أقل من الربع الذي سبقه وهكذا. عندما نصل إلى القاع يبدأ الآن الاقتصاد في دخول في دورة جديدة اللي هي انتعاش من جديد. هذه التقلبات الاقتصادية اللي نسميها الدورة الاقتصادية اللي هي كما قلنا انتعاش ثم رواج ثم ركود وانكماش. بعض الأحيان يأتي مصطلح الكساد الاقتصادي. بعض الاقتصاديين في الحقيقة يفرق بين الركود الاقتصادي والكساد الاقتصادي، أن الركود الاقتصادي تكون فترة في الحقيقة قصيرة ليست فترة طويلة، نعم يكون فيه انخفاض في الأنشطة الاقتصادية، انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع بمستوى البطالة، لكن الانخفاض يكون بمعدل قليل، الانخفاض في البطالة قليل، وأيضا لا يجلس فترة طويلة. أما الكساد والكساد يكاد يجمع الاقتصاديون يعني في القرن الماضي مر على فقط في فترة الثلاثينيات اللي يسمون الكساد العظيم. هذا الكساد فعلا انخفض معدل أو انخفض الناتج أو الدخل انخفاض كبير، مستوى البطالة كبير، أضف إلى ذلك أن المدة طالت، صارت فترة الكساد الاقتصادي اللي هو ديبريشن صارت في الحقيقة فترة طويلة جدا. هذا حول الدورة الاقتصادية والمصطلحات المتعلقة بها. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ما يسمى في
أو إلى نقطة في الحقيقة مهمة قبل أن نبدأ في الموضوع الآخر، اللي هي بعض في الحقيقة الدوال والمعادلات. فهنا في الواقع كثيرا ما نستخدم مصطلح الدوال ومصطلح المعادلات. الدوال طبعا تشمل معادلات وتشمل غيرها، يعني الدوال أعم. المعادلة فيها تخصيص، أما الدالة أشمل. نعطي مثال، مثلا لو أخذ الدالة الأولى هنا الآن، الأولى اللي هو يو، في كثير من الأحيان نرمز لليو اللي هو المنفعة، تساوي اف. اف يعني فانكشن، دالة يعني أن دالة المنفعة تعتمد على ما يستهلك من السلعة X وما يستهلك من السلعة Y، هذه يسميها دالة. يعني أعطتنا فقط معلومة اعتماد المنفعة على الكمية المستهلكة من X و Y، لكن ما طبيعة هذه العلاقة؟ هل هي فعلا زيادة استهلاك X يؤدي إلى زيادة المنفعة، أو أن زيادة X استهلاك X سوف يقلل المنفعة؟ هذه الدالة لم تعطينا هذه الفائدة أو هذه المعلومة، بينما المعادلة تعطي المعلومات الأدق. فإذا الدالة فقط تبين لك العوامل المؤثرة في المتغير التابع اللي هو المنفعة. هنا نسمي اليو اللي هو المصطلح المنفعة متغير تابع، المصطلحات الأخرى اللي هو X و Y تعتبر متغيرات مستقلة. أي أن المتغير التابع يعتمد على التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة. الدالة الأخرى أيضا كمثال كيو. كيو قد نرمز الكيو طبعا هي الكمية، ولكن هنا المقصود فيها الكمية المطلوبة في الواقع. كيو دي تساوي دال اف، كما قلنا فانكشن، يعني دالة معتمدة على ماذا؟ على السعر بي. وقد نضع السعر السلعة نفسها وسعر السلعة الأخرى، لكن هنا وضعنا فقط السعر اللي هو سعر السلعة نفسها، وضعنا أيضا إيش الدخل الآي، ثم بعد ذلك وضعنا تي اللي هو تيست ذوق، ثم بعد ذلك وضعنا الان اللي هو عدد المستهلكين وعدد الأفراد. هذه نسميها دالة. فقط المعلومة اللي تعتمد إياها ما هي؟ الكمية المطلوبة تعتمد على السعر، وتعتمد على الدخل، وتعتمد على الذوق، وتعتمد على إيش؟ وتعتمد على عدد المستهلكين. ثم نفس الشيء الدالة الأخرى اللي هو السي الاستهلاك. الاف فانكشن يعني دالة معتمدة على الاستهلاك، يعتمد على الواي الدخل، والدبليو على الثروة، والآر اللي هو سعر الفائدة. إذا هذه العوامل المؤثرة في الاستهلاك الكلي. لكن لو أتكلم عن المعادلة فقط كمعادلة اللي فيها كما قلنا تخصيص، مثل يو اللي بعدها هنا تساوي إكس مضروبة في واي، هنا هذه تعتبر معادلة. يعني هي فعلا أعطتنا فعلا معلومات الآن دقيقة، مثلا إكس زيادة إكس سيؤدي زيادة المنفعة، وزيادة واي سيؤدي زيادة المنفعة، وهكذا. نفس الشيء الدالة الأخرى الكيو الآن هذه تعتبر معادلة مخصصة للدالة. فالكيو تعتمد على الآي، ووضع بعض إذا علي أتوقف عند هذه الدوال والمتغيرات، وإن شاء الله مع بداية الحلقة القادمة سوف أعرج أيضا على موضوع بعض المعادلات خاصة فيما يتعلق في الاستهلاك وفي الطلب. إذا هذا يعتبر ختام للحلقة الثانية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.